السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي أحياء للصف الأول متوسط، عندي حل مراجعة الدرس الثاني صفحة 44. أولا، عدد أنواع الانقسام الخلوي. هذا كتبته أو هذه الورقة. أولا، الانقسام الخيطي والانقسام الاختزالي. قارن بين الخلايا الجسمية والخلايا الجنسية من حيث أنواع الانقسام وعدد الكروموسومات. الخلايا الجسمية انقسام خيطي، الخلايا الجنسية انقسام اختزالي. عدد الكروموسومات 46 كروموسوم، انقسام اختزالي عدد الكروموسومات 23 كروموسوم. ثلاثة، ما أبرز خصائص الانقسام الخيطي؟ يشترك في عملية النمو وتعويض الأنسجة التالفة. أربعة، لماذا تسمي انقسام الاختزالي بهذا الاسم؟ لأن عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة يختزل إلى النصف. خمسة، ما أبرز خصائص الانقسام الاختزالي؟ يمر بمرحلتين، انقسام الاختزالي الأول وانقسام الاختزالي الثاني، وتمر خلالهما الخلية بسلسلة من التغيرات عبر أطوار متعاقبة إلى أن ينتج أربع خلايا من الخلية الأصلية تحمل نصف عدد الكروموسومات. تفكير الناقد، ماذا سيحدث لو كان الانقسام الخلوي نوعا واحدا فقط؟ ينتج اختلاف في الكروموسومات. اثنين، لماذا يوجد اختلاف بين شكل الخلايا النباتية والحيوانية في اثناء انقسام الخيطي؟ لان الخلية النباتية تختلف عن الحيوانية اذا انها لا تحتوي على الجسيم المركزي.